جديدة تتابعونها الليلة من برنامج بين قوسين الذي يبث بعد نشرة الأخبار مباشرة، تتناول قضية معاناة الباعة المتجولين وأصحاب البسطات. وبين قوسين هو برنامج أسبوعي اجتماعي واقعي يختار قضاياه من قلب المجتمع، فيسلط الضوء على مواضيع وخطوط حمر لم يتم التطرق إليها من قبل. والبرنامج يناقش ويحلل ويطرح الحلول مع الزميلة دانا أبو خضر. طفت هيك لسبب تافه، يعني انه منك ابو انس للي بيتابعنا اول مره او اول مره بيسمع عن قصه انس جمبرة، شو كانت طبيعه